للمزيد عن الأسواق العالمية انضم إلينا من أبو ظبي الخبير في الشؤون الاستراتيجية والدولية في مجموعة ADSS سيد نزار عليدي. أهلا وسهلا بك نزار معنا من جديد على سكاي نيوز عربية. بداية من الفيدرالي الأمريكي، يعني قرار كان متوقع بالتأكيد على جميع الأصعدة، وذكر بنفس الوقت أن عمليات رفع أسعار الفوائد قد تتسارع من جديد. الدولار استفاد لكن بشكل طفيف إلى الآن، لازلنا دون مستويات 95. برأيك طبعا دونالد ترامب يوم أمس بالتأكيد هو يعني سعيد بقرار الفدرالي بعدم رفع أسعار الفوائد، لكن المشكلة تكمن الآن في سبتمبر، هل نرى رفع لأسعار الفوائد أم قد يتدخل دونالد ترامب في أي بأي طريقة لعدم رفعها؟ نعم نور، شكرا لك. هذا السؤال الأهم الآن بغض النظر يعني عن سياسة الفيدرالي. لاحظنا من الآن صحيح لم يكن هناك رفع لمعدلات الفائدة، ولكن لاحظنا أنه لا زال الفيدرالي الأمريكي مستمرا في سياسة رفع الفوائد، وهذا شيء لا يفضله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظرا لعدم مواكبة ذلك مع سياساتها الاقتصادية. ونحن نتوقع أن يكون هناك نوع من المفاجأة، يعني يكون هناك تدخل أو احتجاج على إضعاف العملات الأخرى وتحديدا اليوان الصيني، اليورو وغيرهم من العملات الرئيسية. نتوقع هذه المفاجأة بتدخل مباشر من أجل المحافظة على مستويات الدولار أن لا تكون مرتفعة بشكل تضر بالاقتصاد الأمريكي. نزار برأيك ما هو شكل التدخل المباشر التي تتحدث عنه؟ لاحظنا يعني أولا التدخل الذي حصل ولاحظناه على مدى عام وحتى اليوم، بمجرد أن يكون هناك تصريحات يعني من الإدارة الأمريكية حول قوة الدولار، لاحظنا كيف الأسواق تتعامل مع هذا الأمر، ولاحظنا كيف يعني ينخفض الدولار بشكل كبير. هناك استقلالية للفدرال الأمريكي. أنا لا أتكلم عن تدخل بأن الرئيس الأمريكي يقوم بأمر الفدرال الأمريكي بأن يكون هناك يعني سياسة نقدية غير قوية أو تدخل مباشر بهذا الأمر، ولكن هذا التدخل الذي لاحظناه في الماضي قد يحصل من جديد ولكن بقوة أكثر هذه المرة، وبالنهاية الأسواق ستتعامل يعني بشكل سريع مع هذا الأمر، لأن هو الرئيس الأمريكي، هي الإدارة الأمريكية، هي بالنهاية التي ترسم السياسة الاقتصادية العامة. فإذا أرادت أن يكون هناك دولار ضعيف فسيكون هناك دولار ضعيف، إلا إذا كان هناك يعني السوق لم يستجب مع هذا الأمر. هناك بيانات قوية جدا في الاقتصاد الأمريكي لا يمكن أن تمنع المستثمرين من شراء الدولار. يعني هناك يعني نحن الآن في حالة ما يسمى المعنى الحقيقي لحرب العملات. العملات برأيك أن التدخل بداية تتحدث عن أنه التدخل سيكون كلامي نوعا ما، لكن هل من الممكن أن يصل إلى أكثر من التدخل الكلامي؟ هل هناك أيضا خطر على جيروم باول كرئيس الاحتياطي الفيدرالي؟ لا نستبعد أي شيء. يعني لاحظنا كيف الإدارة الأمريكية تتعامل مع الموظفين، كبار الموظفين في الإدارة، على ما يبدو هناك سياسة عليا على جميع اتباعها، ولكن لا أحد يعلم حتى الآن ماذا سيكون الإجراء. ولكن بغض النظر عن جيرمي باول أو رئيس الفيدرالي، كلنا نعلم الفيدرالي الأمريكي هو يتبع للكونغرس الأمريكي، ولا يمكن أن يكون هذا التدخل المباشر أو تجاوز يعني القوانين الأمريكية التي متبعة من عشرات الأعوام حتى الآن. أنتقل معك للمملكة المتحدة. اليوم لدينا قرار بنك أوف إنجلند والمحضر سوبر تورزدي أو يعني يوم اليوم الخميس العظيم. توقعاتكم بأنه يتم رفع أسعار الفوائد بربع نقطة مئوية. هل هذا يعني ذلك قوة للجنيه الاسترليني أم برأيك تسعرت هذه هذه الحركة في السابق؟ نعم، نوعا ما تسعرت. أولا يعني عملية رفع الفائدة اليوم نتوقع أن تكون يعني نوع من الدوفيش هايك، يعني رفع الفائدة سيكون هناك، لا نتوقع أن يكون هناك لهجة قوية للمركز الإنجليزي، وذلك لسبب واضح جدا. لازالت موضوع يعني البريكزيت وخروج بريطانيا يضغط كثيرا على الاقتصاد البريطاني. لا يمكن أو نتوقع أن لا يغامر يعني المركز الإنجليزي بأن يكون لديه لهجة قوية بعد عملية رفع الفائدة اليوم، ونتوقع أن يكون هناك يعني نوع من اللهجة الهادئة بخصوص التوقعات المستقبلية لعملية أو للسياسة النقدية، وسيتم الذكر أيضا مخاطر التي ستنتج عن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لأنه العامل الأساسي الذي يضغط على المركز الإنجليزي. ولاحظنا ماكارني كل مرة وفي كل مؤتمر يذكر هذا الشيء بشكل رئيسي. نزار بذهب معك أيضا إلى الصين واليابان بنفس الوقت.
البنك المركزي لم يقم بأي شيء، على عكس توقعات كانت هناك توقعات تشير بتغيير السياسة في ظل يعني عودة التضخم ولو بشكل طفيف الارتفاع، لكن البنك المركزي خفض التوقعات. أيضا الصين لازالت تدفع ثمن الحرب التجارية وتراجعات المؤشرات الصينية اليوم بشكل كبير، برأيك متى من الممكن أن نشهد نوع من الاستقرار؟ نعم، أولا بالنسبة أنت تسألني عن المركز الياباني بالأول صح؟ صحيح. نعم، بالنسبة للمركز الياباني هو لم يغير صحيح، ولكن قام بنوع بشكل غير مباشر وهو الفلكسبيليتي، المرونة في عملية العائد على السندات. فهو قال بكل وضوح إذا ارتفع على 0.1% أو 0.11% هو لن يتدخل، يعني هو هذا المارجن أو هذا الهامش الذي قام بالسماح له المركز الياباني هو عبارة عن بداية خروج من برنامج التيسير الكمي، ولكن بشكل غير مباشر من أجل أن لا يقلق الأسواق، ولكن هذا سيؤثر كثيرا على عملية شراء السندات التي يقوم بها، وقد نرى يعني في المستقبل القريب أو المتوسط أن يعود اليان ويعاود يعني القوة. بالنسبة للصين، الصين هي اليوم أود أن ألفت شيء مهم جدا بالنسبة للصين. هناك بيانات نور، كلنا نعلم بأن الاقتصاد الصيني يعتمد على الصادرات، ولكن اعتماده على الصادرات انخفض من 30% إلى 18% ومساهمته بالناتج المحلي الإجمالي. الكونتينر كونسومشن، الاستهلاك الداخلي في الصين، ارتفع من 38% إلى 51% في مساهمة الناتج المحلي الإجمالي. صحيح ستؤثر الحرب التجارية على الصين، ولكن هذه التضخم في الاستهلاك المحلي سيعطي المزيد من الدعم للصين. الخبير في الشؤون الاستراتيجية